لماذا ندرس التوحيد؟ أم سبتش التوحيد هندبن؟ ندرس التوحيد لأن التوحيد هو حق الله على العباد. أم توحيد هندبن؟ چونكي توحيد حق رب العالمين. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. أم هاتني يرات المشكلة سبق أم رب العالمين توحيد وياك بقرن. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. رب العالمين تو عبادتي بتوحيد قبولناك. ولا يدخل الجنة إلا موحد. جنات داجي موحدة بيشتر أهل توحيد بيشتر تكاس ناكبي زيادة في الحسنات وحسناتي بخمبر حسناتي ماذا حسناتي موازينة عملي ماذا أود هذا تكفير السيئات قني ماتنا بخشاندني التوحيد هو أوجب الواجبات وأول الواجبات توحيد هنبونا ويا واجبة فرضة يكيه